اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده المطبخ مصري والماتيريال واحد، ولكن احنا اللي بنحوله باصابع ايدينا العشره بالمكونات بتاعتنا والبهارات بنخلي الاكله واخده الشعار المصري، الحس المصري واللطافه الجميله. معانا فراخ النهارده، ومعانا تشكيله من خضار، معانا بطاطس، ومعانا كمان رز مصري، معانا بتنجان مخلل، موز وكيوي. عايزين نعمل لاخواننا واولادنا طلبه الثانويه العامه. انا ما زلت معاكم سند ليكم في المطبخ، بساعدكم بعمل لكم الحاجات اللي تدي طاقه وتركيز زي اللوز مع السموزي، الكيوي، الموز، وعندنا كمان اللي عملت عصاير كتيره علشان تساعد على التركيز واوميجا 3. فهعمل فراخ مشويه النهارده بالبصل، سكه المسخن اللي بنشوفه في فلسطين او في الاردن او في بلاد الشام، اكله مشهوره جدا وخاصه عند اخواننا الفلسطينيين والاردنيين اسمها المسخن. المسخن دي طبعا عباره عن صدور دجاج بتتقطع، بتحط لها سماق ودبس الرمان، ويتلف اصابع صغيره كده زي ورق العنب. احنا النهارده بنعمل نفس القاعده ولكن بالطعم المصري، هنشوف نقدمها ازاي لحضراتكم. معانا رز بالكاري واخد طعم الكاري، اللطافه فيه كمان، معاه بسله ومعاه جزر ولكن واخد الطعم المصري بالمكونات بتاعته. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه النهارده وفي مقادير كتيره، وعايز اقول لحضراتكم البطاطس مهم جدا لما تيجي تعمليها في الفرن مش لازم تقشريها. اخواننا الاجانب دايما بيستخدموا قشره البطاطس، بس اهم حاجه انك تقشريها بطريقه لطيفه وجميله عشان نتخلص من كل الاتربه. وتعالوا نعمل شويه رز بالكاري، رز بالخضار، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. طاسه على النار شديده الحراره، وبنحط الماده الدهنيه بتاعتنا، معلقه الزيت. هعمل شويه رز حلوين كده عدل الاكل ده كده، لان هي الفرخه على السفره يعني. عينيا، المقادير على الشاشه، تشكيله من الخضار ورز مصري معانا هو زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تشكيله من الخضار، كوسه، بطاطس، ممكن بسله، جزر، معايا كرات، معايا كاري، معانا توم، كل دي المقادير. فليفر من الروزماري او الزعتر حسب الرغبه، قرن فلفل حار لو جوزك بيحب الحار، والرز المصري معانا زي الفل. اول حاجه هعملها يا عم الشيف، هنشوح الخضار بتاعنا الحلو ده كده مع بصلايه ناعمه وشويه توابل. حلو الكلام؟ زي الفل. ايه توابلنا النهارده مع بعض؟ اساسي، اللهم صل على النبي، الكاري مع شويه بابريكا، شويه كركم، دي للبصلايه. المطبخ ده لطيف وجميل، بس اهم حاجه تخش المطبخ وانت مزاجك حلو. دايما بقول المطبخ دخلتي وانت رايقه الاكل هيطلع حلو. داخله مش بمزاجك ومش برغبتك، والله لو عملت خروف مش هيبقى له طعم. عشان كده يقول لك مفاتيح السعاده والبهجه والسعاده الزوجيه من المطبخ. هنقلب البصلايه دي كده، استنى على البصلايه ما تاخد لون، تاخد حس وتشرب التوابل، وابدا اشم ريحه التوابل الحلوه. أعمل إيه؟ أنزل بالخضار بتاعي، الخضار يلم الحشوة دي أو التتبيلة دي. حلو الكلام. أنزل بأول حاجة الجزر، ده بياخد وقت كبير شوية ولكن أنا مقطعينه صغير. والكوسة عندنا، معانا كرات، حلو قوي، وكمان جزر مش هيقول لأ. أنا بحب الجزر جوه الرز والرز جوه الجزر. معانا كوسة ومعانا كرات، كل ده خضار. ممكن ما نحطش رز كتير بس يبقى الخضار كتير. نقلب دول مع بعض، شايفين الجو ده كده. نقف وقفه هنا يسموها محطه الابداع والفن، ده لوحده كده تاجر خضار لغايه دلوقتي. عندك لحمه مفرومه هتحطيها مستويه في الثلاجه وتقلبيهم مع بعض مع صوص طماطم وتحطهم في طاجن، يبقى طاجن خضار باللحمه المفرومه. دي محطه، حلو الكلام. ما في محطات كده، محطات يعني ايه؟ وافة. حلو الكلام. حطينا رز يبقى رز بالخضار، حطينا برغل يبقى برغل بالخضار، حطينا فريك يبقى فريك بالخضار، حطينا لسان عصفور يبقى لسان عصفور بالخضار. دي محطات، حلو الكلام. حلوة. الرز بتاعنا نعمين. عايز انت تعمل الشغل ده في البيت، انا عارف انك شاطر في المطبخ يا عم احمد. ما الحكومة.
المخ الاستاذ احمد عوض بيقول لي يعني انت في البيت تقدر تعمل كده؟ ما هو البوتاجاز لو عندنا مسطح بالشكل كده بنعملها عادي، وكل الماده المصنعه من الحاجه ديت ضد الكسر وضد الحراره. اما لو عندنا البوتاجاز اللي هو بالعين بالغاز وطالع منه الشبكه اللي محطوطه دي ظهر ومنها الستلس، ما نقدرش نعمل الخطوه ديت الا ان احنا نقلب بتقليبه سريعه، وممكن في نار تطلع في قلب الطاسه لان يبقى في نار مباشره هنا، فما انصحش بيها طبعا. حلو. زي الفل التقليبه دي كده زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ الم ده كله، وعندي ميه بتغلي على النار، بس مش اي ميه، الميه دي مطعمها. مطعمها بايه يا عم الشيف؟ نبص كده، ليه عود كرفس في التلاجة، شويه ورق رورو، عندنا فصين من الحبهان، بصلايه ناعمه، فص توم، عندك شوربه لحمه في التلاجة طلعيها، شوربه فراخ من امس كنا عاملين ملوخيه طلعيها، وهكذا. ننزل بقى هنا كده، صلى على الحبيب قلبك يطيب. خلص الرز بالخضار بس، واطلع على الرز لما يستوي. الفراخ هنطلعها دلوقتي من قلب النار، قولوا ربنا يكفينا شر النار، امين. اللهم صل على النبي. ادي الفراخ طلعناها، في بهريز وفي ذهب ومن جور السعيد يسعد مع الفراخ ده، استفيد بيه ازاي؟ هو ده الكلام. بصلايا، الفراخ طالعه، بقول لك البصلايه عامله شقاوه. البهريز ده كده اهو، ركزوا معايا، البهريز اهو، البهريز بتاع الفراخ اهو. اللهم صل على النبي، هو ده، هي دي التركايه. وعندي رز بالكاري، اخد البهريز ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. الطعم هنا، الطعم هنا اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا طيب. زي الفل. وناخد الفراخ دي كده، هناخد الرز بتاعنا. لا شوف، شوف الشقاوه هنا بقى، شوف الشقاوه بقى هنا. الرز خد طعم الفراخ منين؟ خبره طهويه. اللهم صل على النبي. رز بالخضار مع الكاري، لا مش هند خالص، ده مصري ثم مصري ثم مصري. الله، الرز ده تاكل صوابعك وراه، وخاصة بعد ما حطيت له البهريز بتاع الفراخ والخير اللي نزل من الفرخة. بصل وتوم وزعتر ودبس الرمان وسماء، كل ده فليفر عالي. زي الفل يا عم الشيف. نعمل السموزي بتاعنا عشان وقتنا ما يسرقناش. طلبة الثانوية العامة يجتهدون وطبعا بيسهروا الليالي، انا دوري اعمل اكلات حلوه، اساعد مامي، اساعد خالته، اساعد عمته، عشان تعمل لك الاكل الحلو اللي يدي في ليفر حلو ويدي طاقه، وفي نفس الوقت يزود نسبه التركيز.